سيدي لوي النبي عليه الصلاة والسلام قم استاك ودتك أدك مويا فريس النبي عليه الصلاة والسلام إلى وكجر يده عليه الصلاة والسلام وحو يستاقي مركة الرسالة دي إنو قدته الله سبحانه وتعالى ويري إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا قم فأنذر سيدي لوي مكوح مركة كجري طبان صنو أيو دعوة أسودي طبان صنو مركو وذينا وحا لو قاضي حق صمدا أو إسراء المعراج صلاة دي أيانا شن صلاة دود القصة واجبية شن تا صلاة دود واجبات كيدي صدح صنو أيو مكوك قدنا يي كدبنا صدح إيا طبان صنو مركة مكوك قدنا ماتي وحا لو إذ ما يئنو سو هجرو دو مدينة أسو هجرو دو مدينة أيو أسو هجرو دي سنة كصدح إيا طبنات طبان صنو أيو إيادنا وكنا على النبي عليه الصلاة والسلام مركا أفرطن صنو وكه الرئيسي بعثلا يا دعوة يا صدح يا لباطن صنو صدح يا طبان صنو ومكا يا طبان صنو ومدينة صدح يا لحدن كاسنو أي اسكوا فقسيه هندتك أهل السير كاه إنو النبي عليه الصلاة والسلام ونا على طبان كاسنو ومدينة شوغنا النبي عليه الصلاة والسلام باسمه أمضى هي دولة الإسلام كا هي جهاد كا هي فرائض سود جيسي هي شرائع الإسلام كا أردن أو كسو دكتي إلى الله سبحانه وتعالى كسو دجي حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أي دين تيس إله سبحانه وتعالى وحي قصدح يلواتن كاسنو أغو رميستر الله سبحانه وتعالى أما حقا مو قال كيس النبي عليه الصلاة والسلام وحوها نندح دحاضون آدنا أدارين آدنا آن أقابنين ربعة من الرجال هو دحاضة أيو أها وحو لها تما النبي عليه الصلاة والسلام جل إحسان لكن تماها السبق ذا أنا هين وصيد قوة إن دير تأيشينها أيو أنا هين كوان مارت أدق أفريكان كو كلنا أنا هين تماها جليعة وجعد قال يراها دحاضة أيه أهيد تميه يسو مرنا وحي قاري جرين دكتي سكر كذا مرنا وحي قاري جرين قربيه يسا أيه قاري جرين وعربتو تمها ويدي سنجرتي وين هقا جنجرتي نبي عليه الصلاة والسلام سيدا صوكا له شفك إلى حنورتا وحكولها تمدر أيو كلها وحناها أشعر بوها نبي عليه الصلاة والسلام سيدا صوكا له نبي عليه الصلاة والسلام وحوها نن عص أو عصان كيس وجدود كجرو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هديو عرضنا ولا جقرن شري وجهي سنورك هديو حناقنا ولا جقرن شري وجهي س عليه الصلاة والسلام أما أخلاق ذي س وحوها أخلاق ذو قوة نفسنا إلهي سبحانه وتعالى وقف بشرة وإلهي سبحانه وتعالى سيه وحنا وفلا الله سبحانه وتعالى إنه يري وإنك لعلى خلق عظيم الله سبحانه وتعالى وحوك شاقي إنا نبين شاقي ما كذب الفؤاد ما رأى الله سبحانه وتعالى وحو أركي إنا نبين كشاقي أيو نبي عليه الصلاة والسلام كتل مام وحو أقفنا حريص بضا عرورت الدون كذا أولا إستاقة أو سلامة قبل يري هذا اعتماد أيك حيسن كرتو أن إسلوينان بدنين والنبي عليه الصلاة والسلام إسلوينان ملاهين متواضع بوها للك فريسان جري للك وحكوعون جري للك سيحان جري قفك استراعي جري أصحاب تيسان لغا مقرن جرين النبي عليه الصلاة والسلام هدي ودحف ديو وننك الرباديها أي ماذا أيكم محمد أيو أرن جري إسكموينين جرين أصحاب تيسا عليه الصلاة والسلام زاهد بكوها الدوية لنا عنده سكو معلقين أو وحكتك الدوية إسكو كدر جن قوتك قمديك يسوون كدر جن أيو كتجي النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا ذن إلهي سبحانه وتعالى الدين تي سنة أبو حق بدنا أو حق حقيسة النبي عليه الصلاة والسلام وحوها متكو أضق أو عندنا عن أقول حقفنا أجهي بيسن وحوها مد أخلاق ونفسن أو ضدك أن وحي كره سدان وجه ولا كورن أو أن وحي ضدك لب سدان أن كورن ضدك حق يسوون كتجي هين أما وناجا يسوون شيء أما حقا ديقسي نمدي سن النبي عليه الصلاة والسلام وعن ديقسي أو سيدة دبيلها أو كالت خير كيس أصعده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس سيد يري بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن مركو جبريل لكل مو بشر رمضان القرآن كان لدراسيه نبي عليه الصلاة والسلام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة دبيش صعونيس أيو نبي عليه الصلاة والسلام خيرك وقديري بل وحو ليه جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا قط
وليس النبي عليه الصلاة والسلام لما ويديس شيء هايو أو وليس يراهد الله ما يراهد ما يندعن بيهجر النبي عليه الصلاة والسلام. أخلاق دي سمرك وحي أهيد أخلاق دي قوة ناكسن تواضع بضن نحريس بضن ديخ سنما بضن هذا الوناكسن عي أن بضعان لهي هبا يراتي وحايا ضد كان أن عاي فاحش أنا هاي عد أن قعنتي سكو قراعين لا دمر ولا إلمه ولا قف الشقية شقالاء قفنا مؤيا قراعين النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يجاهد في سبيل الله إنه إلهي سبحانه وتعالى دينتي سأجهد مويان حتى خادمك وشقينا الشقالاء ولي اسمه أوران وحن محادو سميسي وحن محادو سمين ويدي حتى أنس رضي الله عنه سدوك شاقي مؤيا دهين مركو حصوصتنا أنس رضي الله تبارك تعالى عنه وأنجل النبي عليه الصلاة والسلام. وناقا سيوكو جري إلهي سبحانه وتعالى الدين تسايو أصبري لم كستالو قارسيي ولا عايي وساحر باليري وتوك باليري وبينالا ليري وصاح وجرية هاي باليري وحكستالو قشاقي ما أويان كحناق النبي عليه الصلاة والسلام ما أويان كإستاغن دعوة سيا الدين تيسا إنو كفي دي ضدك خير كاللدونو بل نفتيسو وحي لدي بلون جرته ولم رقون جري إنو إني ضدك هقاقي وايان أما الدين تأيقادا وايان سيد إلهي سبحانه وتعالى وقرآن كريمك إنو قشاقو يري فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. هاي اسكت من إله إلهي سبحانه وتعالى ويرى هذا الضدك أذوق منه قامين كرتين ما كم مركي لغد بي أو أحول بل لغسمي طائف أي آلي بل ضدك هذا إني دين تقاتل لكن إيهونا سحن أيي ولا دقمين والنبي عليه الصلاة والسلام وحبك ما إيهنا قبالين مدد أسلير دين تيسى نبي عليه الصلاة والسلام امتحان كستا إيه قوين كستا إيه عنا قباتين كستا دين تيسى وقو صبري كمان أو ينبحين وددي إلهي سبحانه وتعالى أوسي نرشي سوحي أهيد اسكمد مالنتي ومكا كل باتيسنا إيه العير سنية إيه واتوق وبينالي وساحر لدهي إيه وحبانو هيسن إيه أصحاب تيسى ضد فقراء أو كوبان أي أهاين إيا مالنتي إلهي سبحانه وتعالى غنائمت إيا كنوست إيا النصر أو إلهي أفري إيا إلهي سبحانه وتعالى مكا أفري إيا الله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. مالنت أسنا كبر سمي بدل النبي عليه الصلاة والسلام iyo faan iyo islaweynaan iyo dadka inuu ka koreeyo iyo inuu kor isu qaad qaado meeyan dhicina isku mid bay ahayd noloshiisu calayhi salaatu wasalaam. Dadka martida aad buu u soo dhaweyn jiray, wufuudda aad buu u soo dhaweyn jiray, waana marti soori jiray oo ummaddiisa uga dardaarmay sida aan arki doono dardaaramadiisa uu ku sheegay. intaas markii uu ku jiray xagga cibaadadiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo ilaahay subxaanahu watacaala dembigiisa kii hore iyo kii dambaba sida aayadahaas ku cad ilaahay subxaanahu watacaala u dhaafay, haddana wuxuu ahaa mid aad u cibaado badan, waqtigiisoo dhanna dikri ilaahay subxaanahu watacaala uu yahay. haddii uu jiifo iyo haddii uu soo jeedo iyo haddii uu fadhiyo iyo haddii uu tuganayo, noloshiisoo dhammi ay tahay dikri ilaahay subxaanahu watacaala. ذكري بوكو كعي جري ذكري بوكو فريسان جري ذكري بوكو توكان جري ذكري بوكو دقاق جري ذكري بوكو سعون جري سخوشة ذكري بوكو قلي جري كغسو بيحي جري كوكو بيسان جري كغسو بيحي جري ريركيسة ذكري بوكو تاقي جري وكغسو بيحي جري. نلوشي صدن وحي ذكري إلهي سبحانه وتعالى وحي أتاقنا إلهي سبحانه وتعالى عبادة ديسة إلى اللغوه يسو أي براران نبي عليه الصلاة والسلام وهبينك تهجد كووسو جيدو الله سبحانه وتعالى وعباده سنة إلى أصحاب تيسا أي ليابان أو أي راهدان يا رسول الله ما حد سلي بيسا أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر dembigaagii kii horeeye kii dambeba ilaahay waa dhaafay maxaad isu dhibaysaa oo aad aad ugu cibaadaysanaysaa oo habeenkii oo dhan usoo jeedaa u taagan tahay? wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam afalaa akuunu cabdan shakuuran afalaa akuunu cabdan shakuuran miyaanan noqonayn haddii xataa la ii dembi dhaafay addoon mahadiya? ilaa addoonku waa inuu ku jiro bayna sabrin wa shukrin. haddii dhibaato ku haysatana inaad sabirto, haddii ilaahay nicmad ku siiyo wax kuu galladaystana waxaa lagaga baahanyahay inaad shukriso.
marka mar walba cibaadad ku jiraysa afalaa akuunu cabdan shakuura ayaa ahayd jawaabtiisu markii xataa uu xanuunsado ama ay maaragtay uu cuslaado maalintii ayuu qallayn jiray salaaddii habeenkii ka tagtay oo salaatu leylka ahay maalintii buu tukan jiray balse fadhigu ku tukan jiray haddii uu istaagi kari waayo ama maaragtay ayaamihii u dambaysay noloshiisu ay cuslaatay wuxuu ku dadaalay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu markaa fadhiga ku tukado balse xataa jamaacaadka iyo salaadda si uu ilaalin jiray sankaarkeenna dardaarankiisa inay salaaddu ka mid ahayd waxay leedahay caaisha radiallahu tabaaraka wa tacaala canha had iyo jeer wuxuuna weydiin jiray markii uu xanuunsana salaaddii ma la tukaday salaaddii ma la tukaday maya waa lagu sugayaa rasuulkii allah calayhi salaatu wasalaam markii uu kici kari waayey nebigu calayhi salaam wuxuu yidhi abubakar dadka ha tujiyo muru abaabakrin falyusalli binnaas abubakar u sheega oo dadka ha tujiyo salaadiiyay daahin markii abubakar salaadii galay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xoogaa fudayda dareemay sida ay sheegayso caaisha radiallahu canha ma fariistay ma meeshii si uu fadhiyay calayhi salaatu wasalaam wuu soo kacay nebigu calayhi salaatu wasalaam xoogaa yaroo fudayda markuu dareemay ayuu soo kacay waxay leedahay caaisha radiallahu tabaaraka wa tacaala lakaanii anduru ilayhi warijlaahu fi lardi tasxabaani fi lardi isagoo labada garab laga hayo oo lugihiisii dhulka ay ku jiitamayaan ayaan u jeeday bay leedahay caaisha radiallahu tabaaraka wa tacaala canha laakiin wuu awoodi kari waayey inuu istaago marka abubakar dhinaciisa waa kii fadhiistay sidaas ayay ahayd cibaadadiisu calayhi salaatu wasalaam sidaas markii uu ku jiray 63 sano ayuu ku geeriyooday intaas waxaan leenahay waa siiradiisii mulakhaskeeda ama marka lasoo koobo ayaan intaa ka odhan karnaa kutubta siirada iyo laga qoray ayaad ugu noqon kartaan iyo tafaasiirteeda nebiga calayhi salaatu wasalaam qodobka 3aad waxaa la ogeysiiyey oo geeridiisu intaanay iman ishaaraad baa la sii siiyey waxaa ka mid ah aayaadkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi maxamed inuu dhimanayo asxaabta lagu sii ogeysiiyey isagana la ogeysiiyey oo aanu adduunkan ku waarahayn qowlullaahi tabaaraka wa tacaala innaka mayitun wa innahum mayituun waad dhimanaysaa waad geeriyoonaysaa iyaguna way dhimanayaan waxaa kale oo ka mid ahayd qowlullaahi tabaaraka wa tacaala wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul afain maata aw qutila inqalabtum cala acqaabikum waman yanqalib cala caqibayhi falan yadura allaha shay-an wasayajzi llahu shaakiriin aayaddaasu waa tii uu akhriyey abubakar radiallahu tabaaraka wa tacaala canhu maalintii asxaabta qaarkood inta wareereen ay yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam ma uuyan dhiman markay yidhaahdeen waxaa kale oo ka mid ah qowl ullaahi tabaaraka wa tacaala idaa jaa'a nasru llaahi waalfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diini illaahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaba aayaddaasu markay ku soo degtay sida cabdullaahi ibni cabbaas radiallahu tabaaraka wa tacaala canhu uu leeyahay waxay ahayd digniin loo sheegaayay nebiga calayhi salaatu wasalaam haddii nasrigii ilaahay oo maka la furtay oo nasrigii ilaahay uu yimi oo diintii ilaahay ay faaftay oo dadkii ay aad u soo maaratay diintii u soo galeen oo xajkii keliya 100,000 in ka badan ay la xajiday nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi marka istikfaarta badso oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf weydiiso marka waxay tilmaamaysay buu leeyahay cabdullaahi ibnu cabbaas radia allahu canhu cumar ibnu khadaabna uu ku waafaqay inay aayadda suuraddaasu ay ahayd digniin loo sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam geeridiisii inay soo dhowaatay waxaa kale oo ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa si latifan buu ugu sii sheegayay inuu mar dhow tegi doono oo adduunkan uu ka bixi doono uu faariqi doono asxaabtu ridwaan ullaahi tabaaraka wa tacaala calayhim aad bay nebiga calayhi salaatu wasalaam u jeclaayeen naftooda iyo wax walbay ka jeclaayeen marka ma ayan suuraysan karin inay nolol noolaanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka maqan yahay ilaa gaaladu ay ka marakacday maa ra'ayna ahadan yuxibu ahadan kamaa yuxibu asxaabu muxammadin muxammadan sidaa asxaabta nebi maxamed ay u jecel yihiin ay u qadariyaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ma aanan arag bay yidhaahdeen gaaladii oo ka marakaceen u tagtay
سيدا أصحابت النبي محمد عليه الصلاة والسلام أي أجعليهن محمد عليه الصلاة والسلام. حبت انتي ساحة دي دولك كل عضو انتان اي دعين اي قعدتو هرسانيا ويسادا ويسيسانا يبيها يقولغان ايا عنوف هديو وطفتو عنوف تيسي ويقعدان ايا ويمرسسان ايا داركي ساحة دو مالدقو ويقشان ايا وحكستو النبي عليه الصلاة والسلام جركي ساحة اما داركي ساحة بدن كي ساحة مكا صوبحة سيداس بيقود دقال لمي جرين ويوبركي سنجرين ارنقا سنو وإن لقعدا عدكالو اسكاليه مجرتو النبي محمد عليه الصلاة والسلام هاي وانا نولوشي سي اقريدي سي كدب وحكال الله بركي سنة يا مجرتو مركا نبي عليه السلام اوسي شاقي يقو ساقو جعل ايو اوسي ديقي معاذ من الجبل ايو حكويري معاذو الرمان كودر دار ميا وحا دعي كرتا هذا كدب ان هذا ناركن بمعنى مركي وحتى ادري يمن وحا دعي كرتا ان هذا نقول منه aya dhici karta halkaas waxa laga qaadanayaa inuu u sii ishaareeyay inuu dhiman doono nabiga kaleey salaam markii uu xajka gudanayay wuxuu aad u badinayay khudu anni manasikakum fal'alli la alqaakum ba'da 'aami hada khudu anni manasikakum khudu anni manasikakum fal'alli la alqaakum ba'da 'aami hada sanadkan kadib waxa dhici karta inaan idin arkin oo aanan idin la kulmin hadda iga qaata حجك سيدا وقودني سان أحكام تهذا إيقا قاتا يدهي النبي عليه الصلاة والسلام وكوع العليني وحاكم ذا دردارا كيو أصحاب تيسا عليه الصلاة والسلام أسوة شدي أو نوشا قي صحابي قال يا العرباض بن السارية رضي الله تبارك وتعالى عنه حلي عرباض وعذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الغروب وذرفت منها العيوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا رسولك الله وحدنا لدر دار مسا در دار سقوتيس وحي فهمين نبي عليه الصلاة والسلام إنه مركا در دار كيسؤوية هاي در دار سقوتيس وحكم لها ضمينت أدبي وفربنا هاي وحيالا وقصي الشيغي لكن وحكم لها من بركة سوق خطبين إنه يري نبي عليه الصلاة والسلام إن عبدا خيره الله تبارك وتعالى بين أن يخلد في الدنيا ويكون مآله الجنة وبين الموت فاختار لقاء الله مركي أرنك أوشغي أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يا آدوهي